السلام عليكم. الحصة فقط هي لنشر الوعي حول المرض اللي هو المرض اللي هو منتشر حاليا عالميا اللي هو فيروس ديال كورونا. من خلال هذا الحصة دي حاولت انني قدر الامكان نوعي الكلام ديالي ولاني خلال نشرة الصورة الفيديو انا كنبغي نوعي جميع الاشخاص جميع التلاميذ جميع الناس كيف ما كانوا انهم يحاولوا يحميوا راسهم كيف ما كنقولوا الوقايه خير من العلاج الوقايه خير من العلاج Elles sont tellement petites que vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux. Grâce au lavage des mains, avec de l'eau et du savon, vous éliminez les microbes qui y sont toujours présents. Ceci vous permet d'éviter de tomber malade ou de transmettre les microbes à quelqu'un d'autre. Le lavage des mains doit être réalisé avant et après avoir mangé, après être allé aux toilettes, après avoir toussé, éternué ou s'être mouché. Dès que vos mains sont sales, ou dès que vous avez un doute sur leur propreté, pour se laver les mains, il faut vous rendre dans un lieu approprié où vous trouverez un robinet. Ouvrez le robinet, mouillez vos mains et vos poignets. Appliquez du savon doux dans vos paumes de main. الغسيل ديال الصابون ثلاثة المرات مهم بزاف تيبعد بزاف على القمر ماشي غير على القمر بزاف أمر يمكن الجينة غسلنا يدينا الجينة غسل هذا المرض هذا شنو هما الأعراض ديالو راه مكتوب في هذاك الوطا شنو هما الأعراض كحة غير التنفس يعني عطينا شي صعوبة السخانة ما لعبتش يعني إذا لاحظتوا شي واحد معاه مؤسسة ولا عنده عومة عنده هاد الأعراض راه كاين واحد الرقم ديال الهاتف رقم مختار تتصلوا كثير والناس كيجيو يشوفوا بالوجه علاش كيجيو؟ علاش خصهم يتصلوا؟ علاش خصهم يجيو؟ علاش هذاك الشخص إذا كان هو المريض بوحدو وخليناه راه غادي يعالجهم كلها هو الوقايه دائما نقلق من القوانين المشهوره الوقايه خير من العلاج دائما نقي انفسنا شر الاصابه ليس فقط بامراض الكورونا ولكن بامراض وجرات متعدده ما رايناه في شريط الفيديو يثبت ويؤكد على ان الانسان دائما عرضه للاصابه بهذه الفيروسات ولكن نحن دائما ناخذ الوسائل
التي تساعدنا على الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض، خاصة في هذه الفترة الآنية أي فترة انتشار هذا الفيروس المعروف فيروس كورونا وهو سريع الانتشار. لذا نعمل كثيرا بهذه الوسائل الوقائية حتى نجنب أنفسنا ونجنب غيرنا الإصابة بهذه الفيروسات. نتمنى تكون هذه الحصة التي أشرف عليها الأستاذ مفيدة وتكون استفدتم منها بشكل باش يمكننا نلقيها أخرى. أول حاجة هي كان غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، وكنعاودوها الوقاية خير من العلاج. والسلام عليكم.